وللحديث أكثر حول فقيد الوطن معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة إبراهيم النهام الكاتب والصحفي في جريدة البلاد. مساء الخير الأخ إبراهيم. وكما ذكر التقرير فقد كان فقيد الوطن رحمه الله قريبا بشكل دائم من أهل البحرين، يزورهم في مجالسهم ويستقبلهم في مجلسه رحمه الله، وكان يعمل دوما على تسخير كافة جهود الحكومة لخدمتهم. ما مدى الأثر الذي تركه ذلك في نفوسهم، وكيف يستذكرون الفقيد رحمه الله؟ مساء الخير أخي وأستاذي عبد الرحمن، وشكرا على هذا التقرير الجميل الذي قدمه تلفزيون البحرين، والذي سلط على بعض آثار ومناقب الراحل الكبير صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة. أخي الكريم، شوف، الراحل الكبير كسر البروتوكول الطبيعي الذي يسير عليه أغلب الحكام ورؤساء الحكومات في العالم. الشيخ خليفة الله يرحمه يعني كان رجل استثنائي ومختلف في كل شيء. يعني موضوع نزول الشيخ خليفة بن سلمان الشارع للقاء الناس في عز الحر وفي عز المرض وفي عز التعب، هذا يقدم دروس مستفادة للعالم بأسره، بأن اليوم نحن عندنا في البحرين حكام، عندنا رموز من العائلة الخليفية الكريمة يقدمون دروس مستفادة في أساليب التواصل مع الشرعية وفي فتح الأبواب الموصولة. نحن لا نتحدث أخي الكريم على شعارات هنا، وإنما نتحدث عن واقع رسخه الراحل الكبير على مدى أكثر من 50 عاما. هذا الواقع كسر كل التابو الموجود بين الحكومات مع الرعية. الشيخ خليفة بن سلمان رحمة الله عليه، علاوة على أنه عميد النهضة، علاوة على أنه باني مؤسسات الدولة الجديدة، علاوة على أنه هو من أوجد البحرين الجديدة الذي اليوم الذي وصلت إلى العالمية. البحرين وصلت العالمية بفضل الله، ثم بفضل قيادتنا الرشيدة وبيد الطولة الرئيس الوزراء الراحل رحمة الله عليه، الذي استطاع أن يوصل بشرف ويوصل بجمال اسم البحرين في أفضل المحافل الدولية، جوائز عالمية تحمل اسمه في مجالات الرعاية الصحية والبيئة، وعدد ولا حرج. اليوم العالم بأسره يعرف من هو خليفة بن سلمان، ويعرف ماذا قام به الخليفة بن سلمان، لأن رئيس الوزراء الراحل خيره تخطى الحدود الوطنية. الشيخ خليفة الله يرحمه لم يقتصر بفكره المستنير على حدود الوطن، بل كان هذا الفكر كان عابرا للحدود الوطنية، وصل إلى العالم وترك بصمات في أماكن كثيرة وأشع الأمل. طبعا علاوة على أن رئيس الوزراء الراحل رحمة الله عليه هو من أسس الحقول التعليمية والتجارية والمصرفية والفنية، وكان رافدا للحركة الثقافية في البحرين والمسرح والرياضة. الرئيس الوزراء كان مواطنا قبل أن يكون رئيس الوزراء، وكان قريبا مع الناس، الناس كانت تحب تشوف الشيخ خليفة بن سلمان تقعد معه، لأن رئيس الوزراء لم يكن يكتفي فقط بأن يعني يحلحل مشاكلهم، بل كان منصتا جيدا، وهذه سمة من سمات الحكام الواعدين، سمة من سمات الرشد في الحكم الخليفي. اليوم جلالة الملك حفظ الله ورعاه يقدم دروس مستفادة كذلك في 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 تقدير المواطن البحريني وفي إصدار القوانين التي تدعم المواطن وفي الوقوف مع المواطن متى استدعى الأمر ذلك. نعم، دائما جلالة الملك يدخل في الوقت المناسب ليقف مع المواطن ويعارضه. رئيس الوزراء كان داعم لجلالة الملك في السنوات الأخيرة أخي عبد الرحمن، وكان مساندا وكان يدعم قطاع الصحافة كما تعلم، وأنت أستاذ في مجال الإعلام، يدعم الإعلاميين ويسمعهم، ومجلسه دائما كان هناك في ركن واسع يومي أو أسبوعي عفوا الصحفيين والكتاب، لأنه كان يقدر دور الصحافة المستنيرة، الصحافة الوطنية التي توصل حقيقة ما يحتاجه الناس للقيادة، وتقدم الحلول وتقدم الاستشارة. رئيس الوزراء رحمة الله عليه كانت لديه نظرة شمولية للبحرين، للمجتمع البحريني بكل طوائفه وبكل قراه وبكل مدنه وبكل شوارعه، وكان ملما بما يريده المواطن، وكانت دائما استجاباته لما ينشر في الصحافة أو في السوشيال ميديا تقدم دروس مستفادة. من الرائع جدا أخي عبد الرحمن نحن نشوف مجلس الوزراء ينشغل في جلسته على تغريدة كتبها مواطن، أو على مقال كتبه صحفي، أو على فيديو نشره ناشط اجتماعي أو سياسي. رئيس الوزراء كان يقدر الناس،
وكان لا شك يعني يضع الأخ إبراهيم، يعني بصمات سمو الفقيد الراحل كبيرة، من الصعب أن نلخص هذه السيرة العظيمة لهذا القائد الذي سخر حياته خدمة لملكه ووطنه في دقائق معدودة. الكاتب والصحفي في جريدة البلاد إبراهيم النهام، شكرا جزيلا لك.